عسلامة مسيو. صباح الخير. صباح النور. لاباس؟ الحمد لله شرف الله. قد ملنا روحك. انا اسمي عمر العميري، مولود في مرسى، حي بوزازلة، عايش في باريس لمدة 50 سنة. ما شاء الله. ولا ان شاء الله تو روتريتي وما قيمش نمشي ونجي وانا في ولا نحكيو على البدايات نتاع الهجرة. البدايات كانت سهلة قبل. كانت قبل سهلة. عام قداش؟ عام 73. كانت سهلة، انا خرجت عام 72. اما كانت سهلة شوية، مش كما تو، تو صعبة ياسر. تو صعبت بالكدا بالكدا بالكدا، ملي دخلت الحكومة الجديدة ساركوزي ووعد وهذيا، معناها المعلومات قلبت ياسر، فهمت؟ فما برشا توانسة هاجروا في السبعينات، أنت ذولي واحد منهم. أي واحد منهم، أي. لا الحمد لله كانت قبل الأمور سهلة، فهمت؟ معناها أوبليجي باش تعمل فيزيت ميديكال في تونس. فهمت؟ تمشي تعمل كونترا، وتمشي هنا لتونس تعمل فيزيت ميديكال، بعد تمشي مع الهجرة، مع الأوفيس ناسيون دي ميغراسيون، فهمت؟ شنو كانت أسباب الهجرة؟ والله صدف صدف صدف، فهمت؟ أنا كنت صياد في البحر، صياد في الريتسي وراحتي وما فيها، فهمت؟ معناها جاتني فرصة مع كليون، فهمت؟ معناها وربي حل 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 أبوبك، فهمت؟ في العام هذاك كيفاش كانت الأوضاع في تونس؟ سهلة. يعني ثم خدمة؟ ثم خدمة في تونس، يحب يخدم يخدم اختي راهو، يحب يخدم يخدم، حتى الآن تو العصر اللي عايشين فيه تو البرد هذيا، فهمت؟ يحب يخدم يخدم راهو، ثم تسكى في الشوارع. ثم الناس فدي ما على بالهمش يقولوا اعطيني بابا خلي له 5000 وخلي 10 ربك وشواقه باش يشتي يبدا ياخد هو، فهمتي؟ احنا كنا قبل لا، انا بات الحمص ملفخ، فهمتي؟ مشيت للمرشي ما لا دمرت ما فيها، ما خدمت ما عملت الخدمه باش تصورك ملي من الحيط، فهمتي؟ ثم الناس تو يستعرف الخدمه هذي، ثم الناس يستعرف الخدمه هذي، فهمت؟ تو شعر فهمتي معناها لا موضه فهمتي، فهمتي معناها مع السرور اللي جينا مقطع وحال حليله فهمتي ما على مش، فهمتي الوالدين قاعدين يصرفوا عليهم. مش يمكن توا معناها الخدمه هذه ما تجيبش برشا فلوس؟ توا توا ما تحققش مطالب الشباب؟ حسب رايك انت شنو حسب رايك؟ توا خاطر علاش غليت؟ معاش غليت بالكدا بالكدا بالكدا، ماش كيما قبل، قبل كانت الدنيا رخيصه شويه تما فيها، توا الدنيا غليت ياسر، توا البنان ناخذ فيه 2 كيلو بنان ب 1 يورو في باريس، توا 9000 في تونس، والسالر باهي، وتوا في تونس هنا في 9000 زبون مش ياكل مسكين، مش ياكل زوالي، 9000 بنان حتى ولده مش يبدا شايب بيبي. شيكه بنت مش يشري هذا جوست هو 9000 ما كيتحط على الميزانيه يطلع اكثر هذيك تونسيه هذيك تونس هذيك تونس اما عندنا ولاد الحلال برشا فهمتني عندنا حشيكه ولاد الحرام قله شويه من ربيع ديما كاو ربيع ديما فهمتني وكنت كنت ماشي رخيص فهمتني كنت انا نعمل كرسي ولاد الحلال تعمل كرسي بالخضره برك خير من اللحم فهمتني كرسي كذاب والمقوله كذابه تقول تم الربي فهمتني توا المعطيات بلد ياسر لازم لحم مفروم لازم ديسكالاب لازم بانيه لازم فهمتني برشا حاجات بد مسيو قلت لي واجهت صعوبات في البدايات نتاعك نتاع الهجره لا 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 قلت لي صعيبه الهجره لا من الاول صعيبه الهجره من الاول صعيبه فما صعوبات من الاول صعيبه اما توا فهمتني معناها توا صعبت ياسر توا صعبت ياسر من ناحية برشا برشا حاجات صعبت خاطر انا شفت المواطنين غاديك في باريس غادي في تونس مشاكل قاعدين يطلبوا اللي ما عندهمش اوراق ما عندهمش اوراق يقول لك اتينا نورود وزهروت وما فيها وانا نقول لهم يطلبوا يطلبوا يقول لك اتينا نورود وزهروت وما فيها خدم مدمرين بيت في الشوارع ما تجي تونس راهي فرنسا مش فهمتي راهو جنه راهو تونس احلى تونس اعز تونس ابن تونس ربي انا نموت في تونس وليت الوحيد نموت في بلادي تونس عزيزه ياسر علينا راهو فهمتي الناس فهمتي تهاجر برا خاطر علاش برشا ناس يروحوا من برا بالكرم تاعهم وفريم وفيها وهذاك كان معاه في الحومه فهمتي زوالي ها يولي لبرا فهمتي كيف يجيب كرم يقول لك بينا كيما صاحبي انا فهمتي هاك ولا يغلط يغلطوا في العباد وشكون اللي غلط في التوانسي اللي غلطوا خرجوا برا التوانسي اللي خرجوا برا هذوك اللي غلطوا في العباد كيفاش يغلطوا فيهم؟ يغلطوا فيهم بالمظاهر بالمظاهر يعني هذاك الكل ماهوش صحيح؟ مش صحيح غلط ياخذوا انا فهمتي الكرم ياخذهم بالكريدي وقاعد يبيعهم ترومول هنا في تونس هنا من بعد يرجعوها فهمتي يرجعوها نحو 10% عندنا نعرف واحد فهمتي خذا كهرباء فهمتي معناها عند بابا كل سنه فهمتي عندك الحق ترومول قاعد شهر شهر ونص يدفع مليون ميلو مثل 2000 فرنك قبل فيها فهمتي وتوا فهمتي معناها فهمتي كي يجي يرجعها يعطيهم نحو 10% معناها في عندك شكل كهرباء هنا يجيبهم غادي يتفسر بالشيخ بك كما حبوا وبعد يرجع البيت فهمتي كيفاش اما يخلطوا برشا 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 ناس غلط في المواطنين التوانسه برشا لين وصلنا معناه اللي الشباب حلموا الهجره والزواج باجنبيه الهجره غلطه غلطه انا نصحهم ننصح الله في سبيل الله ماذا بيا عايش في بلاد هنا
يمشي دبر راسك يمشي بيت. هم هم السمر الكحولين احنا نقولوا في هنا في فرقه لا فرقه احنا نسوم ديزيميغري نسكن كلنا سوغي كلنا فرقه مغربي افريقيا مغربي مغربي افريقيا مش كيف كيف فرقه جنوب الصحراء كل نسوم ديز افريقيا الحاجه اللي فيهم هم يخدموا هنا. انا عرفت طفله فيها مسكينه في انت هنا تلا في 25 كيلو سيمان شكاره ب 25 كيلو تطلع بها المربى لفوق تعاون تخدم ويخدم وينجو. احنا لا ما يحبوش يخدموا هنا فهمتي. ويقول لك فهمتي معناها انا واحد في الحومه تعارك هو ساب وقال له فكونا ديارنا. علاش فكوا لك ديارك؟ كان جديد دي صالح موطن صالح والطفل صالح تبقى فيها فهمتي قايم بالواجب راك بيتك وحدك شمره نتاعك فهمتي تليفون فيها تلفزه فيها كل شيء اورديناتور تخدم تواضر. اما كي انت ما تخدمش وبطال فهمتي وتجي فهمتي اسمها فهمتي معناها بوك يضطر باش يكر الدار اللوسيه الاسمر هذا فرقه باش يواكلك انت ويشربك انت. انا واحد قال لي خويا العزيز كان يخرج جاه ولده هدو قال له تعطيني 20 دينار سير نحرق لك الدار. سير نحرق لك الدار. قال لي خويا شنو نعمل نخرج نخدم ولا نخلي في الدار. انا مالا جا سبوة تحت الدار بيني وبيني فهمتي. ولهذا كلك فهمتي غلطت والغلط هذا زاد الدولة خاطر الدولة مش معايا مش واعية بالمواطنين بالشباب 12 سنة يخرجوا من المكتب ولا يمشي المكتب ناس فهمتي يعملوا فهمتي اسمها التكوين وين مكسر مسكرين 12 سنة غادي في بليش يعملوا 12 سنة يعرفوك ولا 11 سنة يعرفوا مش واصل في الخدمة فهمتي في القراية فهمتي يواجهوا تكوين مهني دون تو لو دومين اجيستور ميكانيسيان الكتريسيان بلومبي كل ماسونري كل فهمتي يخدموه. أنا ما ضمنش فما هوني فما مراكز نتاع تكوين مهني مكسرين تم مكسرين ما ضمنش عندهم في تيبوتي وبارحين في الشهر البارح كانوا عندهم مكسرين ماش خدم في تونس انا كل غلطة الحكومة الشيء الحكومة مش الدولة بيدها اللي يحكموا في البلاد هما هيكين البلاد ربي جازم على فعلهم هكا ربي جازم على فعلهم. شنو الميساج اللي تقدموا للشباب في تونس؟ الشباب تونس في تونس يخمم في الهجرة يخمم في الهجرة يستحفظ روحه خير غلطوا في بعضهم غلط راهو الاسم طيشة في شيرت فهمتي بانوفال في شيرت بلفيل في بارباس تحت المترو بيتين غادي عاملين مقاتل فهمتي عاملين دوكوات دي جيتو هذيك فهمتي خاطر عندهم الرحمه هما يرحموا على البشر فهمتي ويجيب سكر بالبيلار ويعطوا المكاسب وكل شيء. اما ننصحهم خيرك وخميرك هنا وقتي في البلاد في تونس هنا ونعيم في تونس هنا شنو واش فيه ترى غادي ما تعملش شيء ثم كل برد ثم كل برد. يعطيك الصحه مسيو خلي لك كلمه الختام. ختام ربي شر تونس في خير وربي جرى على سلاح ونقول لحجبك القيس سعيد يا قيس سعيد يا سنديد رميهم كله بره الحديد كله جرثل الكل جار ما تقصهاش كلمه ذي قل يا قيس سعيد يا سنديد ارمي جرثان يهلكوا تونس ورا الحديد بالحديد قيدهم كلهم خاطر فهمت لما الناس انا ما تحبش البلاد كره في البلاد يجون من برا كلك يعملوا لنا برشا مشاكل في تونس انا وربي يرى تونس في خير وخليه يخدم روحه الراجل خليه يخدم روحه خليه يخدم روحه علاه تحطوا العشاء في العجله خاطر ثم تسكر في الحليب وتسكر في السكر وتسكر في الدين كلك المواطن مسكين ما عندوش حد كان بياخذ بخضر ولده علاه حرام.